استفادة جهاد درعة فيلالت من طريق السيار لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب المحترم. شكرا. شكرا سيد الرئيس. تماشيا مع الأدوار الجديدة المناطة بالجهات وإقرارا للعدالة المجالية في توزيع وإرصاء البنية التحتية بين مختلف الجهات، ولكون جهة درعة فيلالت لا تستفيد من شبكة طريق السيار، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك هذا الخصاص، وشكرا. شكرا لكم. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. هذا الموضوع اللي طرحته الجهة ديال درعة فيلالت، بطبيعة الحال التركيز في السؤال كان على طريق السيار. كانت عندنا مناسبة فاش كنا في الزيارة اللي ترأس السيد رئيس الحكومة، تكلمنا في هذا الموضوع. دابا إلا كنا تنتكلموا على طريق السيار ما بين مكناس للرشيدية اللي هو في طور الدراسة، لأن حنا عندنا واحد البنك ديال الدراسات تنديروها على المستوى الوطني. نحن نتكلم على واحد الكلفة تقديرية أولية ديال 15 مليار ديال الدرهم، والحال ان هذا الطريق هذه اللي هي الطريق الوطني رقم 13 في المعدل ديالها ما تتجاوزش 2900 عربه في اليوم. انا الراي ديالي كنت قلته في ذاك الوقت في الجهه، قلت الذي يجب التركيز عليه ربما ويحتاج منا الى دراسه وشراكه ما بين الوزاره والجهات المعنيه ووزاره الداخليه وبعض الشركاء الاخرين هو الطريق السريع. الطريق السريع الكلفة ديالو غتكون ما بين 3.5 مليار ديال الدرهم و 4 مليار ديال الدرهم. هذا قابل لأن ندرسه وأن نناقشه، وأنا أشعر بطبيعة الحال بالأهمية ديالو بالنسبة لهاد الجهة هذه. فإذا إلى هذا واحد الاتجاه اللي يمكن نمشيو فيه، ولكن طريق السيار حسب المعطيات المتوفرة الآن يصعب برمجته في الوقت الحالي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تفضل سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير المحترم. نشكر الحكومه على المجهودات المبذوله في تقويه شبكه طرق السياره وايضا في فك العزله عدد من المناطق، ولكن في هذه المساله ديال طريق السيار السيد الوزير بالنسبه لجهه درعه فيلالت اسمح لي نقول لكم بانه يعني مطلب ومشروع يجب مراعاه الجانب الحقوقي فيه، الجانب ديال الانصاف، الجانب ديال يعني رفع الغبن اللي يعني استمرار تهميش الجهه فيما يخص يعني هذه البنيات التحتيه لعقود وعقود، حيث صار الاحساس بالغبن واحساس بالتهميش يعني يزيد تعمقا في النفوس. فنطالب بواحد الجدوله زمنيه واضحه. حنا كنحيوا السيد الوزير على هذا المقترح ديال الطريق السريع، ولكن نطالبوا بجدوله زمنيه تكون واضحه، نعرفوا كنواب نعرفوا كمواطنين ديال الساكنه ديال الجهه يعني الافق ديال تحقيق هذا المشروع الواعد وديال يعني فك العزلة. تعرفون لا تخفى عليكم السيد الوزير الأهمية ديال المشروع بطبيعة الحال، أنتم يعني الخبرة في المجال، يعني عدد من الأمور اللي يمكن جلب استثمارات، جلب يعني مشاريع ذات نفع اقتصادي، مشاريع تخلق الثروة تخلق فرص العمل اللي هي المعضلة الأساسية في الجهة درعة تفت وفي الجهة الجنوبية التي الجهات الجنوبية التي أيضا تعاني. فنلح السيد الوزير على هذه المسألة، ويعني حيث عندما تحدث عن العزله على الفك على الطريق السيار لا ننسى العزله ايضا لما لا حتى العزله على الشبكات السكك الحديديه، هذا مطلب، وثم يعني العزله الجويه. وفي هذا الاطار نحيي مبادره المجلس الجهوي الذي صوت مؤخرا بالاجماع على اتفاقيه تكثيف خطوط الجويه والرحلات، ونطلب من شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب اضافي؟ لا يبدو. سيد الوزير فيما تبقى من الوقت. غير من باب الذكرى في الحقيقه باش نذكر، راه عندنا رانا كنت قلتها ربما في مجلس النواب مجلس المستشارين، راه غير الطريق الوطني رقم 9 اللي غاديه من مراكش لورزازات راه 1.8 مليار ديال الدرهم، وعندنا مشاريع مبرمجه في 2018 2019 تقريبا 1.4 مليار ديال الدرهم. ناهيك على ان عندنا في هذاك البرنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه فيه تقريبا واحد 3.5 مليار ديال الدرهم اللي غتكون الجهه فيما يتعلق بالطرق. هذه كلها بطبيعه الحال تتبين انه الجهه تحظى بالاهتمام في هذا المجال ديال الطرق،
ولكن بغيت غير عاود على بدء فيما يتعلق بالطريق السيار غير باش ينتبهوا الساده النواب، راه الاقتراح ديال الطريق السريع سيكون ذو مردوديه احسن، لان الطريق السيار غادي يكون سيت بروبر، بمعنى واحد العدد المناطق ما يغيدوش منها. شكرا. شكرا السيد الوزير.